السلام عليكم ورحمة الله. في هذا السلايد راح نتكلم عن بعض الشهادات. مثل ما وضحت لكم، احنا نتكلم على سلسلة نو فير لا خوف. وضح كثير من الأمور، تسلسلها، أحداثها، أهميتها وجودها في سوق العمل. هذه سلسلة فيديوهات هي توضيحية، نوضح بعض الأمور اللي يحتاجها حاليا الطالب، بعدين نوضح التفاصيل بشكل أكبر. معظم الأسئلة اللي تنسأل، ساعات توصلني مسجات لغاية أكثر من 1000 مسج. كيف أحضر للسي سي إن أي داتا سنتر؟ موضوع سهل جدا. أنت كل اللي تحتاج بالداتا سنتر أنه عندك امتحانين، ما تحتاج تمتحن راوتينج سويتشينج. إذا أنت عندك القابليات، ممكن تقرأ أساسيات الراوتينج سويتشينج من خلال امتحان 911 اللي هو الانترودكشن، اللي هو راح يكلمك عن اللايرات، يكلمك عن السبنتينج. بدل ما يكلمك عن الاي او اس، راح يكلمك عن النكسس اوبريتنج سيستم، لأنه أجهزة سيسكو في ليفل الداتا سنتر تستخدم نكسس سوفت وير بدل الاي او اس. فهذا الامتحان هو يهيئك نطيق قواعد الراوتينج سويتشينج. فلهذا السبب انت ما تحتاج تدخل سي سي ان اي راوتينج سويتشينج، وتاخذ هذا الامتحان على طول. وهذا الامتحان هو مجرد عبارة عن اطلاع، قراءة، تحضيرات، ما تحتاج اي لاب، مجرد انه اطلاع وتحضر الامتحان تروح تمتحن على طول. اما بالنسبة لامتحان 916 و 640 916 اللي هو الجزء الثاني من الامتحان، حتى تكمل يكون عندك شهادة سي سي ان اي داتا سنتر الكاملة بعد ما تتم الجزئين من الامتحان. هذا المرحلة راح يكلمك عن وجود فيديوهاتي على سيسكو فور اول، توضح هاي السلسلة من الامتحان، انه يكلمك عن السيسكو فاميلي من نكسس سويتشز، عن الام دي اس سويتشز بالنسبة للستور، يكلمك عن السان بشكل عام، يكلمك عن الفيرتشوالايزيشن بشكل عام، يكلمك عن البي سي ديز بالنسبة للسيرفرات واليو سي اس واليو سي اس مانجر، يتكلم لك عن أمور الفيرتشوالايزيشن بشكل عام، يتكلم لك عن الفايبر شانل أوفر إيثرنت، يبدأ يتطرق لك شوية تقريبي، يعني لا تفاصيل معقدة ولا تفاصيل سهلة، لكن تحتاج أنت تفهم الأجهزة حتى لما تنتقل في بيئة السي سي إم بي يكون الموضوع عندك واضح. فهي عبارة عن قاعدة تهيئك لبيئة السي سي إم بي، والسي سي إم بي هي سهلة طبعا بالداتا سنتر. إذا أنت فهمت التكنولوجي بشكل ممتاز في امتحان 916، إذا كان عندك تطلع وفاهم المواد، راح تكون أنت جاهز للتنقل 916، عفوا لمرحلة السي سي ام بي. إذا كان عندك أي إشكال أي سؤال، راسلني من خلال قناتنا على اليوتيوب أو راسلني من خلال الجروب. هذا من جانب. بالنسبة للوايرلس، الامتحان حاليا تغير، سي سي ان وايرلس ان شاء الله. اوضح لكم بعض الفيديوهات بالنسبة للسي سي ان وايرلس. انضافت بعض المواد، انضاف سكيورتي اكبر للموضوع، فالامتحان تغير ان شاء الله. اوضح فيديو منفصل بالنسبة للسي سي ان وايرلس، ونغطي كل تفاصيل السي سي ان وايرلس. واحدة من الشهادات المستجدة اللي هي سي سي ان كلاود. عن نفسي اللي ارجحه انه لا تضيع فلوسك بالسي سي ان اي كلاود، روح ادرس داتا سنتر اولا، افهم. لما تدخل في بيئة السي سي ان اي كلاود حيكون الموضوع عندك اسهل باسهل، لان هي في السي سي ان اي كلاود يتكلمك عن مواضيع الانفراستراكشر از ان سيرفيس، يتكلم لك عن البلاتفورم از ان سيرفيس، يتكلم لك عن سوفت وير از ان سيرفيس، انه انت تعمل سوفت وير موحد تستخدمه كل الشركات. على سبيل المثال، انه يكون عندك سوفت وير موجود بمكان واحد ثابت على سيرفر، مثل سوفت وير سوبر ماركت او مثل سوفت وير صيدليه، فتدخل كل فروع الصيدليات بدل ما تشتري انت 10 20 نسخه، يكون عندك سوفت وير موجود بمكان مركزي، يدخلون عليه من كلاين كمبيوترز للسوفت وير الرئيسي اللي موجود على الكلاود يستخدموه. فبالسي سي ان كلاود هذا واحده من المواضيع اللي يوضح لك اياها، وكيفيه يعني بدائيا اني اوضح لك هذه المواضيع. يتكلم لك عن الانفراستراكشر از ان سيرفيس، ان انت كيف تاجر اجهزه داتا سنتر او تاجر فاير وول حتى تستخدم من الشركه، او انت تعمل مثلا واحده من المواضيع انه تعمل بي جي بي ترافيك على الكلاود، انه
شركة من فرع الفرع، انت ما تحتاج تجهز امورك بالبي جي بي، انه تستخدم سولوشن بي جي بي من شركة تأجر هذا البي جي بي لفترة معينة حتى يكون عندك بوردر جيت واي بروتوكول، تصبح عندك عملية المراسلة ترافيك من سايت لسايت، من منطقة لمنطقة ومن دولة لدولة. فأيضا هي سي سي ان اي كلاود تحتوي على امتحانين، فامتحان بعد الثاني حتى تكمل سي سي ان اي كلاود. لابات يعني لحد الآن ما متطرق لموضوع اللابات، وإن شاء الله هم أيضا نوضح الموضوع بشكل فيديو منفصل هذا الموضوع. بالنسبة للسي سي دي اي هي عبارة عن شهادة ديزاين بسيطة، تكلم لك عن التكنولوجيا بشكل عام. إذا أنت كنت متحضر بالسي سي ان اي داتا سنتر أو كان عندك سي سي ان اي راوتنج سويتشنج، الموضوع سهل جدا، عبارة عن فيديوهات بسيطة تطلع عن التكنولوجيا، ودائما محاولات امتحان ما تنجح من أول امتحان، يوضح لك امور الفويس، يوضح لك امور السب نتسنس، يوضح لك بعض الامور. يعني واحده مثلا من الكيسز انه في حالات انه تتعرض بالديزايننج، مو شرط تطلع على سيسكو فقط، انت ضروري انت تطلع على التكنولوجيا الثانيه، تطلع على جينيبور والشركات المنافسه الاخرى مثل ريفر بيد، الاف 5، كثير من الشركات تتعامل لها، اترينز واحده من الشركات القويه بمجال سيرفيس بروفايدر راوتينج سويتشنج. واحده من الكيسز مرت علي انه كيف تعمل راوت الاي اي جي ار بي من جونيبر، عفوا من سيسكو راوتر طالع على على جونيبر فاير وول. يعني في زمان كان الاي جي ار بي ما يدعم الشركات الثانية، حاليا المفروض انه اصبح هو اوبن سورس، يعني يعمل على جونيبر ويعمل على سيسكو بنفس الوقت. فالقصد ان انت ضروري تطلع على مجالات ثانية بشكل بسيط مو بشكل تعقيدي. احنا قلنا نو فير، الموضوع نحب نوضح ونسهل الامور لكم وكل المشتركين الموجودين يعني. بالنسبة للسي سي ان اي سكيورتي انضاف له بعض المواد البسيطة من السي سي ام بي، فالسي سي ان اي سكيورتي اصبحت شهادة قوية جدا، انضاف عليها مواضيع مفصلة اكثر، انضاف عليها مواضيع حماية اكبر، كذلك تغير الامتحان، قسم من الكتب موجودة متوفرة، بعض فيديوهات سي بي تي ناقص موجودة ان شاء الله. انتو على حسب ما رشحتوا، انه رشحت ان اسجل لكم السي سي ان اي سكيورتي اولا قبل الوايرلس، وان شاء الله نكون عند وعدنا بعد ما نضيف فيديوهات السي سي ان اي داتا سنتر، ونحضر هذه الفيديوهات نكون على استعداد. فاحب اشوف منكم دعم، احب اشوف معكم سبسكرايب، احب اشوف منكم تعليقات، ارائكم بالفيديوهات، اسئلتكم، جوابكم خلال الشانل، احاول ارد عليكم باسرع وقت. واحنا موجودين لخدمتكم.